فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن المرأة الحامل عند قرب ولادتها تكتب بعض الآيات بزعفران ثم تشربها ويسهل ذلك الولادة؟ نعم، هذا من الرقية، من الرقية طيبة. لا لا، نعم، يقرأ عليها أو يكتب لها شيء من القرآن ويغسل وتشربه، هذا من الرقية. وهي الولادة مرض، ما في شك أنها مرض، مرض خطير بعد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.